السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. في الشأن الليبي، السيسي وبوتين يتعهدان بتكثيف الجهود لتسوية الأزمة الليبية. في الشأن الأثيوبي، رئيس وزراء أثيوبيا عاد لينتقم. في الشأن السوداني، مريم الصادق المهدي: من مصلحة مصر الانحياز لخيارات الشعب بالسودان. لمزيد من التفاصيل، يرجى التكرم بربط أحزمة الأمان، لأننا على وشك الإقلاع في رحلة لمتابعة هذا الفيديو. فأهلا وسهلا بحضراتكم على متن طائرة رمضان أبو العلا. أهلا بحضراتكم. في الشأن الليبي، وبعد تأجيل انتخابات الرئاسة الليبية والتي كان مقررا لها أن تجري في 24 ديسمبر، بناء على اقتراح من المفوضية العليا للانتخابات دعمته لجنة متابعة الانتخابات بمجلس النواب، بحيث تؤجل الانتخابات وتجرى الجولة الأولى منها بعد شهر، وتحديدا في 24 يناير 2022. أجرى الرئيس السيسي اتصالا تليفونيا مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستعرض سويا مجمل الأوضاع السياسية في ليبيا، وتعهد الرئيسان بتكثيف الجهود لتسوية الأزمة الليبية ووضع حد لنهاية التدخل الأجنبي الغير مشروع في الشأن الليبي، ومكافحة وتقويض الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في ليبيا. وأكد السيسي لبوتين أن مصر مستمرة في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين لعبور المرحلة الانتقالية، وتفعيل الإرادة الحرة والمستقلة للشعب الليبي في اختيار قياداته وممثليه. وكان السيسي استقبل منذ أيام رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنفي في قصر الاتحادية بالقاهرة، حيث عرض رئيس المجلس الرئاسي الليبي على السيسي كل التطورات والأوضاع السياسية في ليبيا، وعرض على السيسي أيضا المقترحات التي تم التوصل لها ووافقت عليها كل الأطراف المعنية في ليبيا بتأجيل الانتخابات. وعبر السيسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي عن دعم مصر الكامل واللا محدود لكل ما من شأنه تحقيق المصالح العليا للشعب الليبي، وتفعيل الإرادة الحرة والمستقلة للليبيين في اختيار قادتهم وممثليهم دون أي تدخل أو تأثير أجنبي. بمناسبة التدخل الأجنبي، سادت حالة من الغضب الشارع الليبي والأوساط السياسية الليبية بشأن البيان الصادر من السفارة البريطانية في ليبيا، والذي جاء فيه تمسك بريطانيا بالحكومة الليبية الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي انتهت ولايتها في 24 ديسمبر. وأصدر مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي تصريحا تستنكر فيه بيان السفارة البريطانية الذي يعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف الدبلوماسية، ويمثل تدخلا سافرا في الشأن الليبي. وحذرت لجنة الشؤون الخارجية السفارة البريطانية من مثل هذه التصرفات التي تمثل وصاية على إرادة الشعب الليبي. وجاء في التصريح أن الشعب الليبي فقط وعبر المؤسسات الرسمية التي تمثله هو صاحب القرار في تعيين حكومة جديدة
أو الإبقاء على الحكومة الحالية. وانتشرت دعوات ومطالبات كثيرة في الشارع الليبي وفي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة طرد السفيرة البريطانية من ليبيا لما يمثله البيان من تدخل سافر في الشؤون الليبية. هذا وقد خرجت مظاهرات بالآلاف في المدن الليبية تعبيرا عن الغضب والاعتراض والامتعاض والاستياء من تأجيل انتخابات الرئاسة الليبية. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يمكن أشقائنا في ليبيا من عبور هذه المرحلة الانتقالية والوصول بليبيا إلى بر الأمان والاستقرار. اللهم أمين يا رب العالمين. وننتقل إلى الملف الأثيوبي. رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد يعلن أنه أعطى أوامره للجيش الأثيوبي بعدم التوغل داخل إقليم التجريي، ويعلن انتهاء المرحلة الأولى من العمليات العسكرية بطرد مقاتلي جبهة تحرير التجريي من إقليمي العفر والأمهر، ويعلن عن إرسال فرق تحقيق جنائية إلى الإقليمين للتحقيق في جرائم انتهاك حقوق الإنسان وتدمير الممتلكات العامة والخاص. فبعد انسحاب مقاتل التجري إلى داخل الإقليم وإرسال ديبرسيون رسالة إلى الأمم المتحدة يطالب فيها السكرتير العام أنطونيو غوتريش بإصدار قرار بحظر الطيران فوق الإقليم وحظر إمدادات الأسلحة لأثيوبيا وأريتريا وحث الحكومة الأثيوبية على بدء المفاوضات لإحلال السلام في أثيوبيا، لم يستجب أبي أحمد ويبدو أنه عاد لينتقم. فقد أمر قوات الجيش الأثيوبي بالتوغل داخل الإقليم، واستولت القوات الأثيوبية بالفعل على مدينة ألاماطا، ثم أعلن رئيس الوزراء أنه سيرسل فرق التحقيق الجنائي للتحقيق في كل جرائم انتهاك حقوق الإنسان وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في إقليمي العفر والأمهرة وكل الأقاليم التي دخلتها جبهة التحرير التجري، لذلك لإدانة القيادات بجبهة التحرير التجري وتقديمهم إلى المحاكمة. هذا بالإضافة لشرط رئيس الوزراء للبدء في المفاوضات أن يتم تسليم كل قيادات الجبهة المسؤولين عن تأجيج الصراع والصدام المسلح مع الحكومة الأثيوبية ونزع أسلحة الجبهة والتخلي عنها تماما. من هنا واضح أن أبي أحمد مصر على القضاء نهائيا والإجهاز على كل قيادات جبهة التحرير التجري حتى يضمن ألا تقوم لهم قائمة مرة أخرى. وإعلانه عن انتهاء المرحلة الأولى من العمليات العسكرية لا يعني توقف القتال في أثيوبيا، وذلك لأن أبي أحمد أدار وجهه الآن صوب إقليم الأورومو وسيبدأ في أعمال القتال مع جبهة تحرير الأورومو وتصفية الحسابات معه. واضح أن الرغبة في الانتقام تتملك من الرجل تماما، وأنه مستعد إلى الذهاب إلى أبعد مدى في سبيل ضمان استتباب الأمور لحكمه بغض النظر عن أي تداعيات على الشعب الأثيوبي وعلى أثيوبيا. ومن الواضح أيضا أنه إذا استتبت له الأمور سيتفرغ لموضوع سد النهضة، ونتمنى من هذا التمرجي أن يحكم العقل وأن يجنب بلاده وشعبه مخاطر وتبعات الصدام مع مصر. أما في الشأن السوداني فواضح حضرات أن الثوار في السودان مصرين على الاستمرار في مشوارهم لتحقيق مطالب الشارع السوداني، فما زالت المظاهرات تخرج في كل أنحاء السودان بأعداد غفيرة تعبيرا عن رفض الثوار لأحداث 25 أكتوبر والإجراءات التي اتخذها البرهان، وكذلك تعبيرا عن رفضهم
لاتفاق نوفمبر بين الحمدوك وبين البرهان، والذي عاد الحمدوك على أثره لمنصبه كرئيسا لوزراء السودان. ثم خرجت علينا تصريحات من السيدة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية السابقة تطالب فيها الحكومة المصرية بتحديد موقفها من الأحداث الجارية في السودان. وجاءت هذه التصريحات في لقاء متلفز للسيدة مريم مع قناة فرنسا 24، وصرحت خلال اللقاء بأن من مصلحة مصر أن تنحاز لخيارات الشعب السوداني. ومن هنا نحب نقول بالنسبة للإخوة في مصر بالتأكيد هم صمتوا فتحا من الزمن عن إطلاق أي موقف، وأنا شخصيا لا أرى هذا في المصلحة، من مصلحة مصر أن تعلن بوضوح وقوفها إلى جانب خيار الشعب السوداني أيا كان، وليس من مصلحة مصر ولا أي من الدول الشقيقة والصديقة أن تقوم بغير هذا. ومن هنا بحب أقول للسيدة مريم الصادق المهدي، وهي معروف عنها أنها سياسية ثائرة وتميل دائما إلى النضال، أننا في مصر كشعب ندعم الحق الكامل للشعب السوداني في تحقيق تطلعاته وآماله للوصول إلى الحرية والعدالة والديمقراطية، لكن أن رؤى ومواقف الأشخاص تختلف تماما عن الحكومات، فالحكومات دائما ما ترى الصورة بشكل أشمل وبشكل أوسع من حيث كل الاعتبارات والتداعيات، بما للدولة حكومات من اتصالات وأجهزة جمع وتحليل معلومات وأجهزة استخبارات. وأحب أقول للست مريم إن إحنا في مصر من منطلق الخبرة، حيث أننا مرينا بالظروف التي تمر بها السودان الآن منذ 10 سنوات، حيث قامت الثورة في مصر بعدما رزح الشعب المصري لمدة أكثر من 30 سنة تحت ممارسات الفساد وتجريف مقدرات مصر وتغول الداخلية على حقوق الشعب المصري، فقامت الثورة لتغيير ما كان يبدو مستحيلا وجعله واقعا، إلا أن حالة الثورة والتظاهر لا يمكن أن تستمر للأبد. فبعد قيام الثورة وحلحلة المسائل وتحويل ما كان يبدو مستحيلا إلى الواقع، لابد أن تهدأ الثورة والثوار وتتوقف التظاهرات، ويتم تبني منهجية المفاوضات والحوار سياسيا، لأن السياسة هي فن الممكن. فنحن في مصر رأينا الميدان الذي كان يضم كل الثوار كان يضم بين جنباته مجموعات وكيانات وحركات تعمل على خدمة أجندات أجنبية وكيانات لها أجندتها الخاصة مثل الإخوان المسلمين. وتبدت وانكشفت هذه الحقائق لنا في مصر بعد مرور أشهر عديدة وسنوات. ولو أن الحراك والفعاليات في السودان تضم كل الشعب السوداني وليس من بينهم جماعات وأحزاب وحركات ونقابات تخدم أجندات خارجية، لرأينا الحكومة المصرية من أول يوم تعلن موقفها وقوفها بجانب خيارات الشعب السوداني. ولكن للأسف ما بين الثوار في السودان جماعات وحركات وكيانات تعمل على خدمة القوى الأجنبية ولا يهمها تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني ولا يهمها وحدة أراضي السودان. فلقد عايشنا المطالبات بانفصال أقاليم عن السودان، لذلك فإن الحكومة في مصر وبما للسودان من أهمية خاصة واستراتيجية لمصر، وحيث أن عدم الاستقرار في السودان يمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي المصري، فإن الحكومة المصرية تعمل بالأساس لضمان استقرار السودان والحفاظ على وحدة أراضيه أولا، ثم يأتي بعد ذلك العمل على تحقيق مآرب الثوار في السودان
من الحصول على الحرية والعدالة والديمقراطية، ولكن في بلد مستقر وترابه متماسك ووحدة أراضيه محقق. فمصر شعبا وحكومة تتمنى للسودان الشقيق يعبر هذه الفترة الحرجة إلى مرحلة الاستقرار والسلام. وفي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أمنه وأمانه على مصر والمصريين، وألا ينزع عنا أبدا غطاء ستره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.